تحكي لنا عن تجربتك ماشي. في موضوع التبول الإرادي، كان مضايقك. محمد عنده 14 سنة والموضوع كان مضايقه جدا. عملنا 12 جلسة وبعدين 6 جلسات، كان عندنا بالقياس كانت العضلة بتاعت المثانة 20، وصلنا دلوقتي ما شاء الله 65، وما بقاش فيه أي حاجة خالص، بقالنا فترة الحمد لله. قولنا انت بقى حاسس بإيه وإيه اللي حصل معاك انا فرحان بصراحه ومبسوط ان جاب نتيجه يعني العلاج ده كله. طيب ربنا يكرمك يا حبيبي ان شاء الله ويوفقك يا رب في ان شاء دراستك. الله ماشي يا حبيبي.